اقرا شفاعك يا رب المعلم النور وامان. ماشي انتوا فاكرين النوح ده ايه؟ عيل صغير ولا تاجر نص اليابة؟ ده راجل من كبارات تجار الكار وله ناس ورجالته وعزوته، يعني مش بالساهل كده انه يطاط الكلام العمروت ويلم الدور معانا. احنا في بيننا وبينه دم يا حاجة، مش بضاعة وفلوس. السوق شقلب حاله ابو جمعة وانت في السجن، والسيطرة ما بقتش زي الاول. خش. لا مؤاخذة يا فندينا، ايه اللي جابك هنا يا زوز؟ في زيارة مش على البال ولا على الخاطر. زيارة من مين؟ النمح بره. هات يا جمال يا رب. اهلا وسهلا بسيد المعلمين، كبير عيلة النوح وكبير الكيف وصاحب المزاج في البر كله. نورت يا معلم. النور نورك يا حاجه. ايه الريح الطيبه اللي حدفتك علينا يا معلم؟ كل خير يا حاجه، الحق وبنرد لاصحابه. زوز عمر فندينك، خد رجاله المعلم نوح وسيهم شاي، خليهم يريحوا ايديهم شويه بالسباحه. وجب يا فندينا، يلا رجاله. نفذ يا كبير. نفذ بس خليك قريب. حافظ. يلا رجاله. يلا رجاله. حق مين واصحابه مين يا معلم؟ حق فندينا وجايين نردهولي. الحق اترد لاصحابه من ساعه رجلك ما خطت عتبتنا، وعلى راي المثل من دخل بيتنا استاهل محبتنا. اه من جه ضارك جاب الحق عليك، وما حب الا بعد عداوه. انا جاي امد ايدي واقول صافي يا لبن. قلت ايه يا معلمه؟ ما تحضرنا يا معلم ابو سلمى. الله يا معلم، انا بقول القول عند كبرنا يا معلم نوح. ايه يا كبير؟ يبقى قشطه.